طيلة عليكم، ولكن أنا مسرور جدا بهذا اللقاء هذا. هذا اللقاء الذي سيهيئ مستقبل هذا الحزب، لأن على أكتافكم مسؤولية كبيرة في تصور مستقبل الحزب تنظيميا ومذهبيا وسياسيا. حينما تحملون المسؤولية كقيادة الحزب السياسي أو كأمين عام وكرئيس المجلس الوطني، أخذنا قرارا بالالتزام بجميع الاتفاقات والالتزامات التي عقدناها مع حلفائنا، وقلنا النموذج ونستمر النموذج باحترام هذه الاتفاقات وهذه الالتزامات. لذلك نريد أشغالكم أن تكون معبرة عن تطور الحزب. يجب أولا أن رأينا أن نعطي مسحة لتطور الفكر المذهبي بالحزب. قضايا 2007، قضايا 2011 ليست هي قضايا الآن. نحن في مركز القرار، وبناء على التقرير المذهبي يجب أن يعبر عن تجربتنا في مركز القرار. المسألة الثانية هو أنه من الناحية التنظيمية يجب أن نكون متشددين. لم يعد مطلوبا أن يكون الحزب مفتوحا و يعتمد على كل من مر في طريقه الحزب في مناضلين، والمناضلين يجب أن يتحملوا مسؤولية التنظيمات وأن تعطاهم فرصة وأن يكون أصحاب القرار. وبناء عليه يجب أن تكون القيادة السياسية في الحزب تلتزم بالقانون وبتطبيق القانون بصرامة، وكذلك لا تفتح المجال لغير المناضلين. مناضلي الحزب، المنتوج الحزبي، الثروة الحزبية يجب أن نقويها وندعيها. ولم يعد مقبولا في حزب بهذا التنظيم وبهذه القوة وبهذا الالتزام في الزمن السياسي أن يكتب أي كان مقالا أو بيانا وينسبه إلى الحزب. لم يعد مقبولا أن يدعي علينا شخصا ما رفضه إلى القرارات والقيادة الحزبية. القرارات الحزبية تعود بشكل جماعي، نأخذ في بعين الاعتبار كثير عناصر. لم يصدر قرارا حزبيا بشكل منفرد. هناك نقاشات ومن موقعنا وشعورنا بالمسؤولية قررنا نتخذ القرارات ونبلغ هذه القرارات. لذلك من الناحية التنظيمية والقانون الداخلي للحزب يجب أن يتقوى أكثر ويصبح قويا ويعطي اختصاصات واضحة حتى يمكن أن ننصف أو كذلك أن نصدر قرارات لكل من خرج على اتجاه حزبي أو خرج على التنظيم الحزبي. لذلك أنا أثق فيكم وأتبع أشغالكم وسأستمر أتبعها وأنتظر نتائج بقدر ما تنجحون عندي في تقديم نتائج إيجابية جدا بقدر ما سينجح المؤتمر. بقدر ما تقدمون نتائج إيجابية بقدر ما تعطونا صورة إيجابية عن تطور الحزب داخل المغرب. لذلك دوركم مهم وأساسي، وأنا فرح لأنه خلقت علاقات جديدة بين مناضلي هذا الحزب والتي تؤكد من جديد على أن هذا الحزب يمكن أن يذهب بعيدا ويمكن أن يلعب فيه الشباب دورا كبيرا. لذلك أنا مطمئن السيد الرئيس، أتمنى لكم التوفيق وأتمنى جميعا التوفيق. وأخيرا هناك جملة أريد أن أقولها، كل واحد يبدي بها، ليس لا أحد يملك الحقيقة وحدها. عليكم أن تبدوا برأيكم، ولكن لا يعني أن رأيكم هو الذي يمكن أن يمر، لأن كل واحد له رأيه. شكرا لكم وأتمنى لكم التوفيق.